بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعد الله صباحكم مشاهدين شاشة تلفزيون قطر وين ما كنتم. برنامج فيض حيطل عليكم عند الساعة 10 صباحا كل يوم في هذا الوقت. نكون في جعبتنا ضيوف وعندنا مواضيع أكيد مهمة ومتنوعة، وفي بعد أرصاد جوية، وبعد عندنا الصحف المحلية. وأقول صباح الخير يا عمر ونهارك سعيد. صباح الخير عليك زميلة مشاعل النعيمي، تحية لك وتحية إلى جميع من يشاهدنا عبر شاشة تلفزيون قطر. مشاهدينا نرحب فيكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في الضحى، واللي بتناول فيها مواضيع مختلفة نتمنى أنها تنال على رضاكم. عمر، اليوم أنا كنت أبي أفتح كذي موضوع نتكلم فيه أنا وياك ونشارك فيه مشاهدينا. إيش رأيك في اللي يقول الصراحة ويجرح الناس ويقول الصراحة؟ أنا إنسان صريح ولازم أقول الصراحة. مشاعل، الصراحة على ما يقولون راحة، ولكن على حسب الشخص اللي أنا أمامي، هل هذا الشخص يتقبل الصراحة؟ يعني يمكن أنا تكون لي تجربات مع هذا الشخص، وقبل يعني جربت وقلت له حاجة وزعل. في ناس زعولين، في ناس يزعلون على دنات الدون، وفي ناس لا يتقبلون الصراحة. فأنا أعتقد أن الحياة تحتاج مننا الخبرة في التعامل مع هذه النوعيات. يعني أنا مع من أكون صريح ومع منه ما أكون صريح، أنا ما أحتاج أني أجامل، بس يكفي أني أسكت. في ناس عندهم ثقافة اللف والدوران، يعني ممكن يقول لك الصراحة ولكن تكون شوي فيها نوع من أنواع اللف، يأخذ لجولة وعقب يقول، ويا ريت يقول إلا في النهاية ما يكون واضح وصريح. طبعا الصراحة مثل ما قلت يا عمر، الصراحة ضرورية ولكن بدون تجريح. حلو أن الإنسان يكون واضح مع نفسه ومع الآخرين. وفي خيط بسيط يفرق بين الصراحة عفوا يعني والوقحة. طبعا لأن الصراحة الزائدة قد أحيانا تدخل في مسألة الوقاحة، أن نجرح شخص. يعني تجي مثلا شخص أنت مو ماخذ عليه، مو متعود عليه، فجأة تدخل عليه تقول له كلام يعتبر جارح، ممكن ياخذ عنك فكرة. بعض الناس يعني مؤدبين بزيادة بحيث أنه ما يبين عليهم، ولكن هو بياخذ موقف بينه وبين نفسه ينحرج. بعض الناس لا والله يرد عليك. فواحد ليش بالنفس الإحراج؟ صحيح، ايوه انا هذا رايي. طبعا الصراحه شيء جميل، ولكن مثل ما قلت تكون مهذبه، وطبعا الطرف الاخر لازم يكون متقبلها. يعني ما يصير انا اقول رايي في موضوع وهو اصلا ما اطلبه. وبالخصوص الحين يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني احنا نلاحظ ان طرح الاراء احيانا يكون بجراه، احيانا يكون التلميح، ونشوف تفاعل الناس معاها كيف. تلاقي ناس حساسين جدا يعني من اي طرح، وتلاقي ناس يتقبلون الطرح، وتلاقي الناس اجناس. يا مشعل، بهالدنيا نتعلم كل يوم، نتعلم كيف نتعامل مع الاخرين. واحسن الناس حقيقه اللي هو اكثرهم تواضعا. طبعا نسال الله التواضع ان شاء الله. اكيد احنا طبعا اخذنا المشاهدين كذي في موضوع، وكل يوم راح نطرح عليكم موضوع ونناقشكم فيه. اكيد احنا دائما معودينكم فيها الوقت ان تكون معنا. تحيه لمؤسسه او لدائره حكوميه، فتحيه الصباح. وتحيتنا الصباحيه لهذا اليوم نوجهها الى المجلس الوطني للسياحه لجهودهم في تطوير السياحه القطريه ودعمها، حيث أصبحت قطر من الدول الأكثر انفتاحاً في الشرق الأوسط في مجال السياحة. نعم، يقوم المجلس الوطني للسياحة بوضع السياسة العامة المتعلقة بالسياحة والإشراف والرقابة على جميع الأنشطة السياحية ومختلف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، كما يقوم بالإشراف على خدمة المرشدين السياحيين ومنظمي المعارض والمؤتمرات وأيضا غيرهم من العاملين في القطاع السياحي. ويشرف المجلس حاليا على مهرجان قطر للتسوق في نسخته الرابعة هذا العام، للاحتفاء بعروض التسوق الترفيهية والسفر التي تصغر بها قطر الحديثة، خصوصا هائلة يعني الجوائز المرصودة والكبيرة والعروض الخاصة. وتستمر فعاليات المهرجان حتى 31 الجاري من هذا الشهر. نعم عمر، أمس انطلقت فعاليات النسخة الرابعة من مهرجان قطر للتسوق 2020 باحتفالية خاصة ضمنت مجموعة من الأنشطة الترفيهية، قيمت طبعا في براحة مشير بحضور مجموعة من كبار شخصيات دبلوماسيين مسؤولين وممثلي شركاء المهرجان. ومن مننا اليوم ما يعرف مدينة مشير؟ هذه المدينة الحضارية
والتي تم افتتاحها في الآونة الأخيرة كما نشاهد الآن من خلال هذه الشاشة مشاهدين الأعزاء. هذا العرض الصيني، هذا التنين الصيني، وكما تشاهدون في الشاشة حضور مكثف من المسؤولين والمهتمين في مجال السياحة وأيضا الأزياء، وكما نرى في هذه اللقطات مشاهدين الأعزاء. طبعا هذه المهرجان الذي يقيم رصد عدد من الجوائز لإثراء التجربة والمزايا السياحية التي توفرها دولة قطر لزوارها. أي طبعا، وبعد أمس كان تلفزيون قطر كان مغطي هالفعاليات هذه. الحلو أن الخصومات تصل إلى 70% يا عمر. نعم، إحنا معنا تقرير عن هذا الموضوع، مشاهدينا نشوف هذا التقرير ونرجع لكم بسرعة. كنا في حفل الافتتاح لمهرجان قطر للتسوق، هذه النسخة الرابعة من هذا المهرجان السنوي. شعارنا تسوق بأناقة من الفترة ما بين من اليوم اللي هو 7 يناير إلى 31 على مدار 3 أسابيع. ندعو الجماهير والمواطنين والمقيمين والسياح للاستمتاع بالفعاليات المختلفة. الجدير بالذكر أن هذا المهرجان هو أولى فعاليات العام الجديد، المتوقع أن تكون الرزنامة ما شاء الله يعني كاملة وفيها فعاليات وأنشطة. أنا متفائلة ب 2020 عمر. حقيقة جدا، يعني منطقة مشيرب اليوم يعني وأنا أشوف هذه اللقطات يعني يعني اليوم عليها ضغط وزيارات كبيرة من أهل قطر والمقيمين في قطر، بالخصوص أن فعلوا القطار اللي يتجول في منطقة مشيرب هذا، وافتتحوا بعض من المقاهي، وحنا في انتظار إن شاء الله افتتاح المزيد من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية. حلوة المدينة جدا جدا وراقية، يعني أدعوكم مشاهدين أن تروحون وتشوفون مدينة مشيرب، صج حلوة. اللي ما راح أكيد فاته كثير، يلحق أكيد. إحنا نأخذكم الحين أعزائي المشاهدين إلى جولة مع أخبارنا اليومية طبعا مع الزميلة إيمان الفايز. صباح الخير يا إيمان. صباح النور والسرور عليك مشاعل، صباح النور لك أنت أيضا زميلي عمر، وصباح الخير عليكم مشاهدين الكرام أينما كنتم وتتابعون عبر شاشة تلفزيون قطر. اليوم اخترنا لكم جملة من الأخبار، بدايتها ستكون مع انطلاق موسم الأنشطة الترفيهية الذي ينظمه المجلس الوطني للسياحة، وأولنا أخبارنا من جريدة العرب حيث عنونت انطلاق مهرجان التسوق 30 فعالية ترفيهية وخصومات للجمهور طوال 3 أسابيع، حيث انطلقت مساء أمس الثلاثاء فعاليات مهرجان قطر للتسوق 2020 عبر احتفالية خاصة تضمنت عرضا للأزياء ومجموعة من الأنشطة الترفيهية التي أقيمت في براحة مشيرب، التي بدورها تمزج عراقة الماضي وأصالته بروعة الحاضر وفخامته. ويمثل المهرجان الذي يعود بنسخته الرابعة أولى فعاليات العام الجديد، والذي من المتوقع أن تكون رزنامة فعالياته غنية بالمهرجانات والأنشطة التي ينظمها ويدعمها المجلس الوطني للسياحة في إطار جهوده لإثراء التجربة والمزايا السياحية التي توفرها قطر لزوارها. نسخة هذا العام من المهرجان مشاهدينا تشمل 30 فعالية مميزة لكل الفئات العمرية، ليمثل المهرجان فرصة للعائلات للتسوق والترفيه في آن واحد، ونحن على مشارف نهاية الأسبوع للأطفال. هناك مسرحية ماشا والدب وشون الخروف وغيرها من عروض ديزني الموسيقية، وكذلك الدورات التدريبية لمحبي فنون المكياج مع عدد من الخبيرات في هذا المجال، بالإضافة لخصومات كما ذكر زملائي منذ قليل تصل لحوالي أو لأكثر من 70% لمحبي التسوق حتى نهاية الشهر الحالي، مع فرصة للفوز بجوائز عديدة ومجموعة من السيارات بقيمة تجاوزت 2 مليون ريال قطري من خلال 3 سحوبات
تقدم للمتسوقين في مراكز التسوق الاثني عشر المشاركة في المهرجان، بالإضافة للاستمتاع بمجموعة من الحفلات الموسيقية والغنائية التي يقدمها مشاهير الغناء والموسيقى في كلا من باكستان والهند، ختامها مسك بالطبع مع حفل التبادل الثقافي الصيني بالتزامن مع احتفالات السنة الصينية من خلال الأسبوع الأخير من المهرجان. فرصة للجميع لحضور هذه الفعاليات التي سيكون لنا فيها جولة أكيد عبر كاميرا تلفزيون قطر خلال أيام إقامة المهرجان كعادتنا. الخبر التالي من جريدة الراية وكتبت: التسجيل الذاتي للمسافرين منتصف العام الجاري. كشف العميد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار النقاب عن اعتزام الإدارة إطلاق خدمة التسجيل الذاتي للمسافرين وأمتعتهم منتصف العام الجاري، مشيرا إلى أن الخدمة الجديدة ستتيح للمسافرين إنهاء العديد من إجراءات سفرهم بأنفسهم، بداية من التسجيل ومرورا بطبع بطاقة صعود الطائرة ولاصق الحقائب ووضع الأمتعة في الأماكن المخصصة لها، ومن ثم عبور بوابات الجوازات الإلكترونية وصولا إلى بوابات الصعود إلى الطائرة، مضيفا أنه رغم ذلك فأنه سيتم الإبقاء على كونترات الدخول والخروج للتعامل مع أي حالات تعثر قد تحدث مع بعض المسافرين. مشاهدينا طبعا بالإضافة لهذه الخدمة التي يقدمها المطار والإبقاء على كونترات الدخول والخروج للتعامل بالطريقة المعتادة مع المسافرين، هناك نشاط مكثف يشهده مطار حمد الدولي، تعتبر هذه الخدمة موفرة للوقت للجهد، تعمل أيضا على تقليل حدة الازدحام على الكونترات وبالتالي تسهيل وتسيير الحركة في المطار، حيث يشهد مطار حمد ازدياد في حركة السفر تجاوزت 14% عن تلك المسجلة في عام 2018، حيث أنهت الإدارة إجراءات سفر لأكثر من 8,300,000 مسافر خلال الفترة من الأول من يناير 2019 وحتى 31 من أكتوبر من ذات العام، بينهم أكثر من 4 ملايين مسافر بسمة دخول وقرابة 4,250,000 مسافر بسمة خروج، أعداد كبيرة حقا، وطبعا مجهود أكبر من إدارة جوازات المطار لتسيير حركة المسافرين من وإلى مطار حمد الدولي. الخبر التالي من الوطن والتي كتبت: الدعوة تسجل 32,000 طالب وطالبة، حيث أعلنت إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن قرب انطلاق اختبارات المسابقة المدرسية السنوية رقم 59 في حفظ القرآن الكريم بنين وبنات اعتبارا من الأحد الثاني من فبراير المقبل، وسيتم الإعلان عن جدول اختبارات المسابقة من خلال موقع الشعبة قبل بدء المسابقة بأسبوع، والتي ينظمها قسم القرآن الكريم وعلومه بالتعاون مع وزارة التعليم والتعليم العالي. وقد وصل عدد المسجلين بمسابقة القرآن الكريم الخاصة بالمدارس أكثر من 32,000 طالب وطالبة، وتعد هذه المسابقة من أكبر المسابقات المحلية التي تهتم بطلاب المدارس من الطالبات والطلاب من جميع المستويات. وحثت الإدارة الأبناء والبنات من الطلاب والطالبات إلى سرعة التسجيل ومعرفة المقدار المشارك به في المسابقة للاستعداد المبكر للمسابقة بحسن المراجعة والإتقان. مثل هذه المسابقات مشاهدينا تعمل طبعا على المحافظة على كتاب الله الكريم في صدور أبنائنا وأجيالنا القادمة، وكذلك الاهتمام باللغة العربية ذات النطق السليم والصحيح من المدخلات الخارجية وأيضا من الاندثار. يشار أيضا هنا إلى استمرار فتح باب التسجيل في المسابقة السنوية 59 للمستويين الأول والثاني، والتي ستجرى فعالياتها خلال فبراير القادم. باب التسجيل مفتوح حتى الخميس القادم الموافق 16 من يناير من هذا العام، وذلك للمدارس الراغبة في الاشتراك في المسابقة لتسجل بياناتها على موقع الشعبة الجديد والتابع لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. الموقع هو www.qsafe.net، وسيتم الإعلان عن جدول الاختبارات من خلال ذات الموقع. الخبر التالي اخترناه لكم مشاهدينا وخاصة لمحبي الظواهر الفلكية والأجرام السماوية، وموعد جديد مع أول خسوف قمري تشهده سماء قطر للعام الجديد مساء الجمعة القادم، حيث كتبت:
الشرق. أعلنت دار التقويم القطري أن سكان دولة قطر سيكونون على موعد مع الخسوف القمري الأول خلال العام الحالي، وذلك مساء الجمعة المقبل، علما أن هذا الخسوف سيتفق فعلا مع توقيت وسطه مع بدر شهر جماد الأول لهذا العام. حيث ذكر الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري أن أول الخسوفات القمرية لهذا العام سيكون من نوع الخسوف شبه ظلي للقمر، حيث إن 90% من كامل سطح القمر سوف يدخل منطقة شبه ظل الأرض عندما يصل الخسوف القمري ذروته، ومن الصعب تمييز هذا الخسوف القمري بالعين المجردة، ولكن يمكن رصده بالتلسكوبات الفلكية، وذلك لأنه خلال هذا النوع من الخسوفات القمرية يتغير لون القمر فقط دون أن تحجب الأرض أي جزء من سطح القمر. هذا الخسوف سيتمكن سكان قارة آسيا، قارة أوروبا، إفريقيا، شرق أمريكا الجنوبية، أجزاء من أمريكا الشمالية، معظم أستراليا سيتمكنون من رصد هذا الخسوف ومتابعته، مع العلم أن سكان دولة قطر سيتمكنون من رصد جميع مراحل الخسوف القمري من البداية وحتى النهاية، والتي ستستغرق حوالي 4 ساعات و4 دقائق. سيبدأ القمر بالدخول في منطقة شبه ظل الأرض عند الساعة 8:08 من مساء يوم الجمعة بتوقيت الدوحة، بينما يصل الخسوف لذروته عند الساعة 10:10 مساء، وسوف تنتهي آخر مراحل الخسوف شبه الظلي بعد منتصف ليل السبت ب12:12 بتوقيت الدوحة المحلي. مثل هذه الظواهر الفلكية الدورية يمكن الاستفادة منها في التأكد من دقة الحسابات الفلكية المستخدمة في حساب مدارات الأجرام السماوية، إضافة إلى أنها تؤكد صحة بدايات ونهايات الأشهر الهجرية. سيشهد عام 2020 3 خسوفات أخرى للقمر، جميعها من نوع الخسوف شبه الظلي للقمر. إذن مشاهدينا، كانت هذه جملة من الأخبار التي اخترناها لكم من صحفنا الصادرة مع صباح هذا اليوم. نشكر لكم حسن متابعتكم لنا. عودة الآن للزملاء في برنامج في الضحى لمتابعة ما تبقى معهم من فقرات. إليك عمر. إيمان الفايز من مركز الأخبار في تلفزيون قطر، نشكرك حقيقة على هذه الحزمة المتنوعة من الأخبار المحلية ومن صحفنا المحلية. أسمع مشاعل تسولف عن خبر المسافرين. أي إيمان، ذكرت أن في اللي هو التسجيل الإلكتروني، التسجيل الذاتي. أيوة. لفت نظري أن المسافر هو اللي يقوم بكل شيء، يسجل، يحط شنطته، يحط عليها الستيكر، حتى الستيكر أي البوردينج كارد يأخذه. يعني حلو أن الإنسان شيء بروحه، كل شيء خلصه ويسافر. الحين زمن السرعة مشاعل، وحنا يعني نشكر حقيقة إدارة مطار حمد على سرعة إجراءات تخليص المسافرين. صحيح. يعني حتى التطبيق الحين، تطبيق اللي تدخل فيه بياناتك وتسجل، اللي تسوي تشيك إن، بس تروح المطار وتحط البيانات، يطلع لك الاستيكرات، تحطها على شنطتك، توزن الشنطة وأبدأ تخلي شنطتك وبوجهك على الجوازات. إيه حلو. طبعا أعزائي المشاهدين، من بعد ما أخذنا صحفنا المحلية بالأخبار الجميلة هذه اللي سمعناها، نأخذكم بعد إلى الأرصاد الجوية مع هيا النعيمي متنبئ جوي. نقول لك صباح الخير يا هيا. صباح النور يا هلا. شنو الأخبار؟ طبعا نبي مطر، نبي تفضل. الأجواء حقيقة كانت باردة، يعني مش أمس، يمكن أول أمس كان أبرد من أمس. أمس في الليل خلال خلال 3 أيام اللي طافت بدأت الرياح الشمالية الغربية تأثر علينا. الرياح الشمالية الغربية معروف أنها تنزل درجات الحرارة العظمى والصغرى أيضا، لكن أمس حسيناها أكثر بما أن درجات الحرارة العظمى نزلت أكثر بعد من اليومين السابقين. نعم. اليوم إلى الآن تستمر الرياح الشمالية لكنها تخف في السرعة. تبدأ الرياح الجنوبية من بعد الظهر تأثر علينا، ترفع شوي درجات الحرارة. نلاحظ شوي درجات الحرارة أيضا ترتفع أكثر بكرة مع دخول المنخفض الجوي اللي راح يأثر علينا بفرص أمطار وأجواء غائمة ابتداء من مساء الغد. طبعا الحرارات العظمى تظل ما بين 21 و24 درجة مئوية، والصغرى ما بين 15 و19 درجة مئوية. التحذير البحري راح يفعل على الساحل وأيضا داخل البحر بسبب الرياح القوية المصاحبة للأمطار التي ربما تكون رعدية على بعض المناطق، والتي تؤثر بشكل مركز أكثر على المناطق الشمالية. التحذير البحري ينص على أن الموج راح يرتفع من 8 إلى 10 أقدام داخل البحر،
والرياح القوية قد تصل إلى 24 عقدة. المتنبئة هيا لو سمحتي، حنا ودنا نسألك عن نهاية الأسبوع، يعني هل في توقعات في انخفاض لدرجات الحرارة غدا الخميس وما يعني الأول أيام اللي بعده مثل الجمعة؟ درجات الحرارة راح تبتدي بالارتفاع من مساء اليوم وراح نلحظها غدا يوم الخميس وأيضا يوم الجمعة، لكن ابتداء من يوم السبت راح نلاحظ انخفاض أيضا أكثر من الأسبوع اللي طاف في درجات الحرارة. أيوة، حنا حقيقة نشكرك المتنبئة من مركز الرصد الجوي التابع لهيئة الطيران المدني هيا النعيمي. المتنبئة شكرا لك. شنو عندنا الحين عمر؟ الحين عندنا الفقرة التكنولوجية مع الزميل محمد السقاطري، حقيقة يعطيه العافية. خلونا نشوف مشاهدينا الأعزاء هذه الفقرة اللي دائما يعني تحاول تعطيكم معلومات تكنولوجية تواكب كل جديد في عالم التكنولوجيا والسوشيال ميديا. عفوا، اليوم فقرتنا راح نتعرف على برامج تصميم الستيكرز على الواتساب، وهذه تعتبر من أهم البرامج اللي دائما نحاول نحن نتعلمها في الفترة الأخيرة، فنشوف مع محمد عن هذا الشيء إن شاء الله اللي هو الستيكر في الواتساب. صباحكم أبو خير أعزائي المشاهدين، فقرة اليوم راح نتكلم عن كيفية إضافة الاستيكر على الواتساب، تابعونا. أول شيء لازم نسويه ننزل تطبيق استيكر ميكر، وهو متوفر في البلاي ستور وأيضا في الأبل ستور. نروح إلى البلاي ستور وندخل على البلاي ستور ونكتب في البحث استيكر ميكر، وهو برنامج يساعدنا على صناعة الاستيكرات وإضافتها على الواتساب. الحين ننزل، بعد تحميل البرنامج وتثبيته نعمل له تشغيل، راح يفتح لنا الصفحة الرئيسية للبرنامج، يعطينا خيار صناعة الاستيكر. طبعا يفضل انك تحط لكل استيكر او كل جروب الاستيكرات اسم، فرضا هنا نحط له اسم كتر تي في والشخص المصمم ونعمل له اضافه. مثل ما نشوف ضفنا المجموعه الاولى للاستيكرات الخاصه بالواتساب. الحين لازم نضيف على الاقل ثلاث ايقونات او ثلاث صور استيكرز خاصه بالواتساب عشان يتم اضافتها على الواتساب. نفترض احنا نبي شعار تلفزيون قطر، فندخل على جوجل ونبحث على شعار تلفزيون قطر ونختار في البحث في جوجل الصور، فراح يعطينا مثل ما نشوف صور تلفزيون او شعار تلفزيون قطر، فنختار فرضا هذا الشعار ونتم ضغطين عليه نعمل له تحميل، ونختار بعد صورة ثانية لتلفزيون قطر وأيضا نعمل له تحميل، وأيضا شعار تلفزيون قطر القديم بعد النزلة. بعد ما نزلنا ثلاث صور نرجع للبرنامج أو للتطبيق الخاص بالاستيكر ونختار صورة صورة. أول شيء نختار الصورة الأولى عن طريق الضغط على زائد أو علامة زائد في الجروب، ومن ثم ندخل على الجاليري في الجوال، راح نحصل ثلاث صور اللي نزلناها من جوجل متوفرة، نختار صورة منهم وبعدين نعمل له تعديل مثل ما نشوف، نصغر الصورة باختيارنا للقص أو أداة القص في البرنامج، بعدين نعمل له حفظ. فالحين احنا احتفظنا أو عملنا حفظ لأول صورة هي الاستيكر عندنا، لكن ما نقدر نضيفها على الواتساب حتى نكمل ثلاث صور، فنرجع للجاليري ونختار الصورة الثانية ونعدل الصورة بعد اختيارنا للصورة الثانية، فنختار أداة الدائرة أو القص الدائري. مثل ما نشوف عملنا قص للشعار بشكل دائري ونعمل له بعد سيف، فصار عندنا الحين صورتين. الاستيكر الثالث ايضا نختاره من الجاليري ونعمل له تعديل، نحتاج بس نحدد المسافه او
الصورة بالضبط بدقة من خلال أداة القص في البرنامج. بعد تحديد نعمل له حفظ. الحين قدرنا نضيف 3 صور للاستيكر على برنامج الاستيكر الخاص بالواتساب. الحين نروح حق الواتساب ونختار جروب الواتساب اللي سويناه معاكم، وبكذي تم إضافة استيكرات على الواتساب مثل ما نشوف معاكم. وبكذي أعزائي المشاهدين تعلمنا اليوم شلون نعمل استيكرز خاص بالواتساب. عودة إلى الزملاء في الاستديو. يا مرحبا ومسهلا مشاهدينا. طبعا مع بداية كل سنة احنا نجدد نشاطنا ونجدد ديكوراتنا لأن نحب دائما نجدد حياتنا. اليوم فقرتنا فقرة مميزة عن الديكورات، وخصوصا الديكورات الشتوية. شنو أحدث الصيحات، شنو الألوان، شنو النقوشات اللي ممكن نحن نستخدمها. الفقرة هذه تعجب ناس كثير، لأن أنا متأكدة أن هالفقرة تعجب أكيد الرجال والنساء. ناخذكم إلى عالم الديكور مع مهندسة الديكور ليليان الملاح. نقول لك صباح الخير. صباح وشرفتينا في برنامج فيض ضحى. شكرا لكم. مرحبا بك يا ليليان. أنا ستينا في برنامج فيض ضحى. شكرا أخ عمر. الله يسلمك. اليوم يعني الديكورات يعني صارت مهمة بالنسبة للرجال سواء كانت أو النساء. مزبوط. لأن يقال أن الديكور أو المناظر أو الألوان يعني تنعكس على نفسية الإنسان داخل المنزل. 100%. فكيف يعني نتعامل مع الألوان؟ يعني أنا حقيقة شايف أن مسألة الألوان مسألة أذواق، ولكن إيش هو الرائج يعني في الألوان المتعارف عليها في عالم الديكور؟ السنة بال 2020 الألوان كتير جريئة، يعني أخذتنا، وعنا كمان تناقض نوعا ما. يعني عقد ما عنا ألوان جريئة وقوية، كمان عنا فاصل تاني اللي هو الألوان الناعمة اللي رجعنا نقدر ندخل الأبيض والشامبين والباستيل، ألوان الباستيل فيها. بس من الألوان الجريئة اللي أكترية الناس هلأ لبيتها كلاسيك رح تنبسط، لأنه نحن بنعرف الألوان بالفرش الكلاسيك تبقى الألوان غامقة مثل البرغندي، البوردو، الكحلي، الزيتي. فالسنة هودي الألوان هن من أهم ألوان الموضة. مشاعل الكحلي هو. أيوة تفضلي كملي. لأن أنا ما عرفت الأسامي، الثلاث ألوان اللي قالتهم أول ألوان ما عرفتهم، ما تعرفت عليهم. أوكي. يمكن أنا يعني سيء بالألوان، لكن ما تعتلهم. هلا الألوان الأساسية بس. أيوة. أوكي، منبلش بالكحلي اللي هو عادة معروف عنه سيد الألوان، ولا سنة بيموت، بس السنة نازل بكثرة كتير كبيرة، وبطلنا نستعمله بس كلون كحلي أو أزرق فاتح. هلأ السنة عم نستعمل ألوان اللي هي اسمها النيلة، يعني البلو كوبالت. وعندك أكبر دليل هون شو صاير، يعني هيدا التدرج اللي نبلش من فوق لتحت هو ألوان الموضة السنة. طيب أيهم النيلي؟ اللي فوق نيلي. نيلي وتحت ببلش عم بينزل الأزرق تدرجات يوصل على الأقوى، يعني الأخضر. ممتاز. أوكي. ليليان، عالم الديكور عالم كبير. لو مثلا أنا عندي أماكن مهملة في البيت، مثلا تحت الدرج، مثلا صالة صغيرة، شلون ممكن أن أنا أحييها مرة ثانية، أخليها مكان للقراءة، أخليها مكان مثلا لعب الأطفال؟ فلو تعطينا كذي تكنيك ممكن أي سيدة تشوفنا ممكن هي تستفيد من هالفقرة. أكيد. أول شيء ببلش تحت الدرج. أجمل شيء بالبيت شو نحط؟ خضار. فأجمل شيء تحت الدرج، يعني نحن هيدا شيء ما بيكلفنا، لا بدنا نكسر ولا بدنا نعمل ولا شيء. أحواض زهور إن كان طبيعية أو اصطناعية هي بتجمل الدنيا كلها، وقدي حلو إذا منحط قدامهم مثل البحث الأبيض أو الأسود ومنرتبهم بهيدي الطريقة بيطلع كتير حلو. وإذا كان عنا مطرح فيه سوكت كهرباء بنقدر نحط هيك كم ضو خفيف تحت مثل البروجيكترز الصغار، كمان هي بيكون تحت الدرج عن جد عطا شيء كتير حلو. بينما الأوض إذا كانت أوضة صغيرة ما عنا كان يمكن يعني أي شيء تنستخدمها، إذا كنا بدنا نعملها بلاي روم، أوضة لعب للأطفال، أكيد الألوان بتتغير عن إنه بدنا نعملها أوضة للقراءة أو أوضة كمجلس شتوي أو صيفي إذا بدنا نقول. إذا بدنا نبلش بأوضة للقراءة، أهم شيء أنه أنت وقت تكوني قاعدة بهيك مطرح بدك جو هادي، يعني ما فيك تستعملي خاصة إذا الأوضة صغيرة. هون بيترتب عن جد أنه لون قديه بيأثر على شخصية الإنسان ونفسيته. فبالقراءة أنت بدك تكوني أول شيء إذا بنقدر يكون عندنا إنارة طبيعية، إضاءة طبيعية، أنه قد ما فينا نستخدم هالشباك الموجود وما نغطيه.
طياتينا هو هالإنارة. الإنارة الطبيعية. 100%. حقيقة يعني أستاذة ليان حنا نشكرك على هذه النصائح، لكن حنا أيضا لدينا نصائح نشوفها مع مشاهدينا عن أهمية اختيار الديكورات. ما شفنا مهندسة ليليان نصايح هذه أكيد كل حد يحاول أنه يأثث بيته أكيد راح يأخذ بها. تكلمنا قبل النصايح عن الأماكن المهملة. إنزين إيش رأيك الحين في الصالة لما تكون مستطيلة؟ يعني هذه تحدد لي الديكور، نوع الديكور. فلو تعطينا كذي بعد يعني نصايح منك يعني أكيد راح نستفيد. شكرا. أول شيء أهم شيء الأثاث نفسه. المقاسات هي أهم شيء تتاخذ بعين الاعتبار بالأوض الصغيرة أو الكبيرة مثل ما احنا نشوف. إيه عنا مثلا هلأ بهيدي الأوضة يمكن ما عنا كتير سبيس مثل ما شايفين، بس بمجرد ما نحط الوول بيبر اللي هو كتير كتير السنة مهم عن جد، يعني ترند كتير قوية، رجعت موتة 100%. وخاصة أنه مفوتين الخضار وكل شيء يعني من الطبيعة والطيور بهالوول بيبر، فاذا بتطلعي فيها يمكن هيدي الاوضه ما فيها شباك. والله انا توقعتها بالفعل يعني زرعات نباتات ضخمه، وكنت اقول هذه تحتاج كميه كبيره من الجهد للمحافظه عليها. شفتوا حلوه؟ هي يعني ورق جدران. هي ورق جدران، نعم صحيح. وهذا ايضا صوره اخرى. نعم، هون عم نشوف تجانس الالوان مع بعضها، يعني عم نشوف مثلا مع الازرق او الكحلي شو ممكن يلبق الوان. وبالحقيقه هيدا اللون اللي عم نشوفه الازرق هيدا هو لون النيله، يعني هون عم نشوف انه كيف لابق مع اللون الاورنج ولون البن الفاتح. أيوة. لانه السنه رجع دخل البن خاصه بلون الخشب، كان مرق على سنين قبل لون البن الفاتح، بينما السنه رجع البن الغامق. نعم، واللي هذا بعد صوره اخرى نشاهدها. نعم، واكيد البينك اللي هو دائما عم بيحتل اكثر الوان الموضه اللي عم بتكون كثير مريحه. اذا هون منشوف انه في على الحيط مرايه محطوطه بطريقه الفريم الحفر، الفرش كثير مودرن والوول بيبر اكيد هو كمان مودرن. بمجرد ما حطينا هذا الفريم البسيط عن جد عكست وصارت انه الستايل كونتمبرري. واذا بنلاحظ انه الكوشنز المخدات السنه اللي دارجين هن المخدات الكبار مش الصغار، يعني عاده كنا نشوف المخدات صغار حد بعض، السنه لا دارج المخدات الكبار واللي بيكون فيهم مزبوط، ودارج كثير فيهم كمان اشياء يعني ان كان جيومتريكال فورمز او صور بس بشكل كبير. نعم، هذا نوع ثاني. هلا عم نشوف كمان كيف البينك داخل مع لون ثاني من الاكوا. يعني هو في توجه اعتقد يعني عالمي الان لتقليل يعني الاثاث اللي موجود في البيت. مزبوط. اعتقد يعني 100%. ان في السابق كان يعني لوحه هنا في كل زاويه لوحه في مزهرية. يعني تحس ان المكان مختنق مزهريه، اهم شيء المزهريه. ايوه، فتلاقي البيت يعني مخنوق الان على اختلاف مساحات البيوت. مثل يعني هني تشوف هني. أيوة. امر هني البيت شوي في خنقه. ايوه مثل ما نشوفها يعني هذه ايضا هيدا بيت مفتوح. اذا عم نشوف يعني في عندنا كاونتر تبع المطبخ، هيدا ممكن تكون ببيت تنعمل اذا كثير مودرن، او ممكن تنعمل كانه بريستورنت.
أيوة. يعني باثنين، يعني في ناس بتحب اصلا يكون بيتها كله اوبن سبيس، واذا شفنا السقف تبعه، وحتى كمان هلا الارضيات عم بتكون من السيمنت او من الماتيريال اللي هي موجوده للبار اللي اسمها الترازو. يعني انا اتذكر قبل يمكن حتى كانت اللي هي الزوليه معبيه الدنيا على على مساحه الغرفه كامله. صحيح. الان يكتفون بقطعه حلوه تكون فقط تحت الطاوله اللي في النص. فاعتقد يعني الفكره كامله عن كيفيه تركيب الاثاث في المنازل صارت تختلف، يعني تغيرت 180 درجه. هي لها قواعد. أيوة. ولها نقاط كيف تعملها. يعني هلا حضرتك تفضلت وقلت عن الزوليه اللي ممكن تكون تحت الطاوله، نحن ما بنحبذها تكون كثير صغيره اذا الاوضه كبيره، لانه بتقلل من قيمه الفرش والاوضه الموجوده فيها. الأزبط أنه هي تكون حوالين الفرش. يعني لا تكون معبية الأوضة، بالرغم من أنه السنة رجع درجة كتير السجاد يكون على أكبر. على كامل الأوضة. بس بطريقة ناعمة. يعني مش الكتير محفر والكتير ألوان. أي طلع هذا اللي يحطونه على الأرضية اللي يلصق على الأرض، اللي ألوان اللي يحطونها على الأرضية، الفاينل. الفاينل؟ أي هذه أيضا صورة نشوفها، الله كله بينك. ايه هون اذا عم نلاحظ، نحن قبل ما كنا فينا نستعمل الوان مثلا لون واحد متدرج بكل شيء، يعني بالحيطان بالفرش. هون عم نشوف هو بلش بالعام بال 2019 الحيطان مع الاكسسوارز مع الفرنيتشر كلها من نفس اللون، خاصه البينك. يعني عملنا كذا صالون تجميل هيك. أوه. عملنا سبا، عملنا ريستورنت، حتى بيوت. اعتقد طبيعه البلدان اللي نعيش بها تلعب دور كبير في اختيار الأثاث. يعني مثلا البلدان الحارة أنا أعتقد يعني دائما نكون مشغلين المكيفات، لازم نكون مختارين الأثاث بعناية مع البيئة. يعني إذا الجو حار وأنا كاتم البيت ما يصير عندي جلد مثلا، إيوة بيصير حار زيادة تحس. ولكن إذا البيت إذا أنت بارد، عايش في بيئة مثلا باردة، تحتاج أثاث تحسسك بالدفء. صحيح. أيوة. اللي هو مثل الفرو، خاصة بالسجاد بالزوليات بالكوشن. الصورة هذه جدا رائعة. أنا أشوفكم مركزين على اللون الوردي. الوردي. لا تشرح لنا مهندسة ليليان عن هالصورة. هيدي صراحة هي كانت معمولة لرستورنت. هون كان في عنا ويتينج أريا الناس تقدر تفوت إذا بدها تقعد على الطاولات. كتير بسيطة وكتير ناعمة. حتى الباب إذا عم بتلاحظوا كمان مدهون لونه بينك. اللي جمل كتير هيدي الصورة صراحة هو الفلاورز اللي فوق الديسك. إيه. واللون الجولد بعد. إيه أكيد. في الروز جولد وفي في الجولد. هودي الألوان عن جد كتير بتلبق مع لون البينك وقت نكون عم نفرش فيه. لما تيجي مثلاً ربة البيت حابة إن هي تغير من ديكورات بيتها، هل تعطيك أفكار وحضرتك تنفذينها لها، ولا تشاورون يصير في تشاور بينك وبينها؟ اكيد. هلا انا بالنسبه لإلي ما بحب افرض رايي، انا بكون تساعد. بس برجع بقول انه اهم شيء، اول شيء، اول عامل بشتغل عليه هو سيكولوجيه الانسان. شو بحب؟ يمكن هو انسان كثير عصبي، فانا ما بجي بقدر احط له اللون الاحمر اللي هو عم بيعطيه عصبيه وهايبر اكثر، بدي احط له اللون الهادي اللي هو بكسر المزهريه. ايه فهيدا كثير مهم، لانه اللون عن جد بيلعب دور كتير أساسي وهو الأهم قبل الديكور. يعني حتى وقت نكون عم نعمل فرش البيت أول شيء لازم نشتغل عليه هو عناصر الألوان، إن كانت الرئيسية أو المكملة. يعني مثل هالسرير هذه أنا أشوفها كثير واطي على الأرض. في ناس تحبها الشكل كثير. والله أنا عجبت فيه صراحة. والأرضية الخشب أعتقد الطراز الياباني هذه، صح ليليان؟ في إيه، وهيدا اللي وراه كمان وول بيبر. وإذا عم بتلاحظوا أنه يمكن إذا أنت بتجي بدك تفكري مستحيل أنا ركب هودي الألوان سوا، بس تركبوا قدي حلو. هيدا الحلو السنة بهالمودة، لأنه أول شيء بتتاخد من مودة التياب. يعني في شركات أكيد مثل بونتون وغيرها اللي بتعمل الكولرز، بس بتاخدها من ألوان التياب. فالسنة إذا بتلاحظ يعني حتى إذا بتروحي تتعملي شوبينج للتياب بتشوفي لون الأصفر، بتشوفي لون الكحلي، لون الأخضر. ما حكينا كثير عن الأخضر، هو كمان كثير عنصر اهم، يعني لون مهم. خاصه انه هو عم بيرمز للطبيعه. والله انا بدات اقتنع بالاخضر.
الاونة الاخيرة. انا على بالي النيل ما عندي ولا شيء اخضر، لكن بديت اقتنع فيه تدريجيا صراحه، بديت اقتنع فيه حلو بكل بكل الوانه بكل تدرجاته. يعني ضيفتنا ليليان ولا تهون زميلة مشاعل، بعض الناس او قد يكون في اعتقاد سائد انه الاثاث هو للمنازل الكبيره والتنسيق والاستعانه بالديكورات هو فقط للمنازل الكبيره. انا اعتقد من وجهه نظري ان هذه الفكره غير صحيحه، حتى لو كان البيت صغير اصعب يكون اصعب. ايوه هذه النقطه نبي هذه النقطه. ليش اصعب؟ لانه اي غلطه ممكن تعملها بفرش بالفرش خاصه بالمقاسات ممكن تخرب الدنيا كلها. فما فينا يعني نحن اول شيء لازم ناخده بعين الاعتبار ناخذ مقاس الاوضه وقت نكون عم نشتري الفرش. اوضه صغيره ما فيها شباك، ما فيك تجي مثلا تعمل لها حيط اسود مع انه موضه. فما فينا نحن انه سنة دارج مثلا حيط اسود نحن نجي نركبه وين ما كان. لا، بدنا ناخذ بعين الاعتبار كل التفاصيل اللي ممكن نحن عم نشتغل عليها. حلو جدا الحديث عن الديكور وامتعتينا. شكرا المهندسه ليليان الملاح، كان الحوار جدا حلو. اول مره اعرف ان اللون الاخضر ممكن يناسبه البيبي روز او البينك الاورنج اليلو كثير. انا يعني انت اضفتي لي صراحه، كل الشكر لك مهندسه. انا اللي بشكركم. شكرا. شكرا لك على وجودك. جميل. هلا. شكرا. شنو عندنا عمر الحين؟ عندنا فاصل. عندنا فاصل، روح فاصل ونرجع. يا مرحبا ومسهلا مشاهدينا، معنا اتصال هاتفي. بس قبل ما ناخذ هذا الاتصال لازم اقول لكم عن ايش راح نتكلم، عن نظم برنامج الاستقطاب للمهن الصحيه وبرنامج التطوع بمؤسسه حمد الطبيه. اقيمت عده ورش ودورات تدريبيه للطلاب والطالبات المنتسبين للبرنامج خلال فتره الاجازه الفصل الدراسي الاول من 22 ديسمبر الى 2 يناير الجاري. وتهدف ورش العمل إلى زيادة كفاءة الطلاب والطالبات المتطوعين وتحفيزهم على العمل الذاتي وتنمية مهاراتهم في التخطيط وتحقيق الأهداف وحب العمل التطوعي. نعم، احنا راح نتكلم أكثر عن هذا الموضوع. يسعدنا نحن نستضيف الأستاذة بلقيس الخزرجي، مدير برنامج الاستقطاب للمهن الصحية وبرنامج التطوع بمؤسسة حمد الطبية. صباح الخير. اهلا وسهلا. صباح النور استاذه. يا هلا. يا مرحبا. بلقيس صبحك الله بالخير. صبحك الله بالنور والسرور والعافيه. اهلا وسهلا. مؤسسه حمد الطبيه والرعايه الصحيه الاوليه وكل المؤسسات اللي في الدوله اللي لها علاقه في الطب ومعالجه المرضى حقيقه لهم كثير من البرامج. ايش هي هذه البرامج اللي جالسين نتحدث عنها اليوم؟ بالنسبة لي أنا عندي برنامج اسمه الاستقطاب للمهن الصحية. هذا البرنامج نبع من أهمية أنها إن شاء الله يعني نكون كوادر طبية يعني شابة مؤهلة لسد العجز والخلل في إعداد ونوعية مقدمين خدمات الرعاية الصحية. إحنا مثل ما تعرف دولة ما شاء الله غنية وموفرة كل الأجهزة والإمكانيات، لكن صار عندنا في مسيرتنا الواعدة الصحية عندنا خلل في أعداد القطريين، في أعداد القطريين مقدمي خدمات الرعاية الصحية بمختلف أطيافها، الطب، التمرير، الصيدلة، الإسعاف إلى آخره. فرأت المؤسسة أن لحل هذه المشكلة أنها ينشئون برنامج للتواصل مع طلاب المدارس والجامعات لتعريفهم بالمهن الصحية، عمل فعاليات. فكان من أفضل الآليات اللي تخدم أهدافنا أن يكون عندنا برنامج تطوعي. لأن نعم. التطوع ثقافة متأصلة في المجتمع القطري. التطوع عطاء ونماء للمتطوع، وفي نفس الوقت هو مطلب دراسي. يعني كل طالب قبل ما يتخرج من الثانوية لازم يكون أكمل على الأقل 50 ساعة خدمة مجتمع وتطوع. فإحنا انتهزنا الفرصة وانشأنا برنامج تطوعي ملحق ببرنامج الاستقطاب، وما شاء الله نجح نجاح يعني لأبعد حدود، يعني فاقت حدود التصور. يعني في الفترة الأسبوعين اللي هي إجازة الربيع تبارك الله كان عندنا فقط 800 طالب وطالبة في الورش التدريبية.
فكانت عندنا الورش التدريبيه تبدا من الصباح من الساعه 9 صباحا وتنتهي 8 مساء. وكانت ما شاء الله يعني عندي انا مثلا ورشه اسمها المستجيب الاول، في ورشه واحده فيها 159 طالب وطالبه، ورشه اخرى بعد نفس المستجيب الاول كررناها للبنات فقط، كان المسجلين فيها 131 طالبه. فهذه ارقام الارقام اللي يعني مثلا ترغب في الورش، وكان عندنا عدد هائل من الورش. 131 اي ما شاء الله. استاذه بلقيس، يعني مشروع وبرنامج ضخم جدا اللي هو التطوع، شلون قدرتوا تستقطبون الطلاب والطالبات؟ اول شيء هذا البرنامج تميز بالتطور بان يلبي حاجات المتطوعين والمدارس، يعني احنا نتواصل مع المدارس دائما، نشارك في المعارض الصحيه والمهنيه، ففاهمين حاجات المدارس وحاجات الطلبه. فعندنا برامج متطوره جدا معده، يعني معده بدقه تحقق الاهداف. نتعاون مع جهات خارج المؤسسه، الجهات اللي نثق في امكانياتها وقدراتها على تقديم افضل انواع الورش والتدريب. ولله الحمد عندنا خبره يعني لسنوات طويله ساعدتنا على ان نتحدى مشاكل كبر العدد اللي يعني اللي يفضل مؤسسه حمد للتطوع والتدريب على المؤسسات الاخرى. طيب طيب استاذه بلقيس، اليوم حنا حقيقه شاكرين لكم هذه الجهود من خلال عملية الاستقطاب المكثفة التي تسعون إليها. أنت تحدثتي عن عدد كبير من الطالبات، قلت 131 على ما أظن، وقلت أيضا عدد هذه في ورشة واحدة، لكن مجموع الطلبة كلهم اللي جونا للورش فقط 800. لكن إحنا عندنا طيب برنامج آخر اسمه برنامج المعايشة في بيئة العمل الصحي. هذا برنامج المعايشة بعد يأخذ طول السنة. نعم هذا يعمل طول السنة، وعندنا برنامج آخر اسمه اكتساب خبرات العمل الصحي، هذا مع المدارس الأجنبية. نعم في منهج المدارس الأجنبية دائما في مادة هي يعني مثل ما تقول تصر أن الطلبة يتعرفون على بيئة العمل المستقبلي لهم. نعم. فهذه بعد البرنامج احنا شغال عندنا طول السنة بجانب برنامج جدا مميز ناجح اسم برنامج أطباء المستقبل. نعم بلقيس عفوا أنا عندي سؤال آخر، هل هناك يعني عمل بالحسبان من خلال هذا البرنامج عن ماذا يتمنى أو يريد المواطن القطري يعني من متطلبات أو من أمور تحفزه لكي يدخل إلى هذا المجال؟ هل هذه المسألة موجودة بالحسبان؟ أولا طال عمرك ما يحتاج إلى تحفيزهم، يعني أصلا المجتمع القطري من المجتمعات اللي تغرس في أبنائها، اللي عندها حب التطوع والعمل الخيري، عندهم ثقافة دينية إنسانية اجتماعية. يعني المجتمع القطري جاهز بكل أفراده بكل فئاته، جاهز ومحب ومخلص في العمل التطوعي والخيري. بالنسبة لنا احنا ما وجدنا أي صعوبة، بالعكس تجينا مبادرات تفتح أياديها، يقدمون طاقتهم وشبابهم إمكانياتهم المادية عشان بس نتيح لهم فرصة للتعاون مع المرضى، لدعم المرضى، لمجالسة المرضى، حتى لتقديم يعني الهبات المادية والأجهزة المساعدة للمرضى. وهذا جانب كبير عندنا نفخر فيه مؤسسة حمد، نفخر فيه تماما أن المجتمع يمدنا ما يقصر معانا، يدعم مرضانا. وإذا عندنا فعالية المدارس توقف معانا، يعني إحنا مثل مجبلين مكفولين من المجتمع. لقينا أن حب الخير عند الناس هذه نوع من الثقافة. طبعا مثلا يعني في القرآن دائما نقرا من تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيوة. هذه في القرآن. صحيح. يعني وخير الناس أنفعهم للناس تقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن لله عبادا اختصهم لقضاء حوائج الناس. صحيح. حببهم للخير وحبب الخير إليهم أولئك الناجون من عذاب يوم القيامة. فما بالك يعني كل هذه الأحاديث تحثنا وبقوة على التواضع وعمل الخير. أنا عندي يعني مثلا مبادرة اسمها رحمة من السيدات القطريات، يعني الشابات لكن المتقاعدات من التدريس، يشملون مرضانا بالرعاية والتواصل. عارفة انت المؤسسة ما تقصر، تعطي كل شيء للمريض. صحيح. لكن في جانب إنساني،
في جانب إحساس الإنسان، يعني جزء من مكوناته الإحساس وحب التواصل. الإنسان يعني فترة الاجتماعية هاي فترة فيه، نعم، يجون زيارات، يعني يقدمون الهدايا، يسوون فعاليات ترفيهية، نعم، فعاليات ثقافية، نعم. يعني ولله الحمد احنا رأينا يعني أمثلة مجتمع، نعم، تستاهلون، يعني تستاهلون، يتظاهر الإنسان فيها، يقول هذا مجتمعنا، هذا أفرادنا، يعني أفراد المجتمع القطري، نعم، وحقيقة حتى المقيمين. وهل قطر أهل خير معروف عنهم؟ نعم أستاذة بلقيس، مش بس مؤسسة حمد الطبية هي اللي فخورة بهؤلاء الطلاب والطالبات، وأيضا نحن فخورين أكيد بكل من يساعد وبكل من يتعلم وبكل من يزرع. طبعا نشكر جهودكم هذه. أستاذة بلقيس الخزرجي، مدير برنامج الاستقطاب للمهن الصحية وبرنامج تطوع بمؤسسة حمد الطبية، كل الشكر لك. تحب التصوير؟ أنا شفتك الصبح قبل أن نطلع هوا كنت ماسك الكاميرا وتصور. الحين كل واحد صار مصور مشاعل. البرامج اللي محملينها كل في بعض الأسامي لبعض البرامج، كل شخص موجود في تليفونه. نعم. والكاميرا هي أساس هذه البرامج. فأعتقد أن ثقافة التصوير بشكل كبير يعني جالسة تتصاعد في كل المجتمعات. نعم. ولا سيما مجتمعنا. أي. احنا عندنا الاهتمام بهواية التصوير الفوتوغرافي. معنا تقرير، نشوف هذا التقرير ونرجع نكمل فقرات برنامج فيضحة. الكاميرات الحديثة سهلة الاستعمال ومتعددة الأغراض وكثيرة الخصائص، والالتقاط صور جميلة واحترافية لا يعني بالضرورة أن تمتلك كاميرا وملحقات تصوير باهظة الثمن، وإنما يعتمد على كيفية استعمال خصائص الكاميرا واتباع بعض النصائح البسيطة والتأني قبل التصوير. يمكن لأي شخص أو مصور مبتدئ تعلم الاحترافية في التصوير إذا اتبع نصائح وخطوات بسيطة وسهلة في التصوير. أولاً، الهدف من الصورة. قبل رفع الكاميرا باليد والضغط على زر التصوير، يجب التفكير أولاً بما هو الهدف من التصوير. هل هو مثلاً شجرة وسط غابة أو شخص على قارعة الطريق؟ الشيء المراد تصويره هو المهم في الصورة ويجب مراعاته. ثانياً، تقسيم الصورة. المصورون المحترفون يقسمون صورتهم لثلاثة أجزاء أو تسعة عن طريق رسم خطين عموديين وخطين أفقيين، ويضعون في العادة الموضوع المراد تصويره في منطقة الثلثين الأسفلين من الصورة وليس في وسط الصورة كما يظن الكثيرون. ثالثاً، خلفية الصورة. تؤثر الخلفية بصورة كبيرة على جودة الصورة، فابتعد عن تصوير خلفيات ذات ألوان متعددة أو غير واضحة الملامح. رابعاً، الإضاءة. أكثر المشاكل التي تواجه المصورين هي تنظيم الإضاءة الصحيحة للصورة. إذا كانت الشمس ساطعة فالأفضل الوقوف جانباً وليس أمام الشمس أو في مكان ظلها. وفي المساء يفضل استعمال فلاش خارجي أو توجيه الإضاءة الموجودة بحيث تكون الإضاءة مسلطة على الموضوع المراد تصويره. الصورة الجميلة قد تحتاج إلى بذل بعض الجهد لالتقاطها، والتجربة الشخصية هي طريقك إلى الاحترافية. نرحب بكل من انضم إلينا في هذا الجزء من هذا البرنامج مشاهدينا الأعزاء، وإلى العين الثالثة وإلى عالم التصوير والتشويق. سنتوقف اليوم مع أساسيات التصوير والمهارات اللازمة لاكتسابها لمعرفة هذا الفن الجميل. طبعا اليوم التصوير هو من أكثر أنواع الفنون والهوايات المنتشرة حاليا بين الشباب، ولكن لكل نوع من أنواع الفنون قواعد أساسية يجب اتباعها لتحقيق هذه الأهداف. طبعا اليوم يسرنا جدا أن يكون معنا الأخ عبد الرحمن العباسي في استوديو برنامج فيضحة للتحدث عن هذا الموضوع. يا مرحبا وسهلا فيك. هلا أخوي عمار. مرحبا. يا مرحبا، شرفتنا ونورتنا. أنا اسمح لي أقول لك الفنان المصور. نعم. مو بقالي مصور بس. يستاهل. طبعا. شرف لي والله. بداياتك شلون كانت لو تكلمنا عنها؟ والله طب أقول لك بداية وأنا صغير ولا؟ ترى من زمان مسوين معاه مقابلة، يمكن من كم؟ ست سنوات؟ تقريبا. ست سنوات، من ست سنوات مسوين مقابلة.
طبعا البدايات كانت في الصغر. طبعا احنا عيله خلينا نقول اعلاميه وفنيه. طبعا الوالد الله يرحمه علي عبد الرحمن العباسي ونعم طبعا كان اعلامي في تلفزيون قطر، وطبعا عمي الله يرحمه اسماعيل العباسي هو كمان مخرج سينمائي، ويعني بينهم يعني اكتسبنا اسره فنيه اعلاميه. وطبعا وانطلقنا لزياراتي مع طبعا مع الاهل وهذا لمعارض كثيره من المجال الفني طبعا بشتى انواعه، وخصوصا في المجال التصوير وفنونه. ويعني مثل ما تقولون ترسخت عندي الامور والهوايه، وتمينا شوي 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 لما احنا كبرنا وحابين ان نمارس الهوايه بشكل اوسع واكثر. نعم. وين وصلتوا اليوم لما كبرتوا؟ تقول كبرنا ومارسنا الهوايه بشكل، يعني صرنا شباب كنا صغار. لا لا هذه السالفه جنبها هذه خله، لكن وين وصلتوا يعني في هذه المسيره اليوم؟ يعني انا اعرف عبد الرحمن العباسي في السابق لما كان يسوي افلام قصيره. هو طبعا في البدايه على اساس انه ما يكون اختلاط، هي في البدايه كان فوتوغرافي او مصور. ايوه. وبعد ذلك التجأت للمجال اللي هو الافلام القصيره. وفي مجال الاخراج المتواضع خلينا نقول. طبعا اثنيناتهم يكملون بعض لانهم الاساس واحد. أيوة. ولكن مجال هذا يختلف عن المجال الثاني، ان هذا ثابت وهذا متحرك لا اكثر ولا اقل. ولكن التقنيات في كل فتره تختلف، يعني مثلا خلينا نقول في التصوير تقنيات الكاميرات تختلف، يعني خلينا نقول على طريقه السرعه، الاجهزه تختلف، الإضاءة قبل كانت وين والحين الإضاءة ما شاء الله تقنيات جديدة. الحين الإضاءة تخليك واحد ثاني. إيه ما شاء الله. فهو أهم شيء نظرة الشخص نفسه يكون مثقف، هل شلون أنا أقدر أظهر هذا الشيء اللي قدامي بشكل حلو. مثل ما حضرتك ذكرت أستاذ عبد الرحمن إن التصوير تقنياته اختلفت او تطورت مع تطور العصر. ايضا النظره، نظره الفنان تختلف عن نظره الانسان العادي. نظرتك لزاويه معينه، نظرتك انك تركز على شيء معين تختلف من الانسان العادي. شلون ممكن انا كانسانه عاديه ممكن ان انا اخذ هذا الحس الفني الجميل؟ والله اكون صريح معك، لازم تتعودين. يعني لو انا بقول لك بتقولين اوه معقوله انا طول هالفتره انا ما كنت حاسه بهالشيء؟ لا، اقول لك والله هذه لو كانت بهالطريقه شلون؟ اصور لك اجيب لك من زاويه معينه، طول هالفتره انا ما كنت متوقع ان هالشيء موجود قدامي ويطلع بهالطريقه، سبحان الله. ف اركز على كل صغيره. وطبعا في البيت انا دائما المدام يعني تقول لي شو تركز على شنو؟ قلت لها مالك نظرة مصورين فبالتالي يعني انتم مو الله يحفظها مو مصورين ها؟ شلون؟ ما لكم اثنينكم بنفس الهواية؟ والله لا، هي تشجعنا ما شاء الله، وبعد نحاول ان شاء الله عيالنا بعد نشجعهم في المجال شوي شوي، طبعا مو بمرة واحدة. يعني اليوم في مسابقات حقيقة اخوي عبد الرحمن كبيرة في مجال التصوير تقوم فيها مؤسسات مختلفة في الدولة. يعني احنا سمعنا عن مسابقات تطلقها وزارات، سمعنا عن مسابقات في الحي الثقافي كتارة، في مهرجان المحامل أطلقوا مسابقة أيضا للتصوير الفوتوغرافي. صحيح. وكل ما نسمع عن مسابقة نكتشف أن الأسامي القطرية في هذا المجال بازدياد مستمر الحمد لله. فإيش يعني لكم هذا الشيء؟ والله شوف، هو دافع للناس اللي في المجال، يعني تشجيع لهم. طبعا انا ما بقول لنا الجهات هذه الرسميه انا ما اعرفهم، ولكن هو يعني احنا كنا ننظر لهذه الامور من فتره طويله ان يكون في تشجيع للموهبه هذه، لان هذه الموهبه اذا بدعت فيها بتظهر بشكل حلو. يعني ليش احنا مثلا ما عندنا اسامي معينه؟ ايوه. ما بقول ما عندنا، ولكن بشكل معدود او معدود بالاصابع، ولكن في هالمجال احنا بيبرز عندنا شباب جيل واعي فاهم شلون ممكن ينقل لنا الصوره بشكل مميز، وكل واحد على حسب نظرته ورؤيته وزاويته.
شو رايك مشاعل؟ رايي انا كنت ابي اسالها صراحه سؤال، يعني بما انه ما شاء الله يعني تبارك الرحمن هو عندك كذا موهبه، مصور، فنان تشكيلي، مخرج، وين تلقى نفسك؟ والله كلهم القى نفسي في كل المجالات اللي ذكرتيها، لاني انا اهواها. لانه مثلا لو انا بقول في الفن التشكيلي كنت احب، لو بذكر ممكن اذكرهم ما ادري تسمحي لي؟ تفضل تفضل. طبعا صارت لي فرصه ان انا التقي بالمرحوم الفنان التشكيلي احمد الشريف، وخصوصا في لوحه التحدي المعروفه طبعا، وكان شرف لي. وطبعا واعشق اعمال بيكاسو، واعشق اعمال سلفادور دالي اللي كان مميز وافكاره الغريبه. فليش ما احنا نتميز في اعمال تميزنا احنا في ديرتنا الحبيبه قطر ونبرزها، ليش لا؟ ايوه ابو عبد الرحمن، انا اعتقد ان الدور الحين عليكم، لان الحين قطر يعني هي الانظار تتجه نحوها يوما بعد يوم. الحمد لله، بالعكس يعني احنا تكلمنا يعني في حلقات سابقه عن دور المخرجين القطريين وصناع الافلام القطريين والمصورين القطريين في تصوير الصوره الحقيقيه لهذه البيئه ولهذا الجزء من العالم. لأن أحياناً الصورة يعني في السابق، ما نقول اليوم قطر معروفة، ولكن في السابق قد يكون يعني الناس ما كانوا يعني يعرفون هذه الثقافة العربية أو الخليجية، وبالتحديد يعني هذا الجزء اللي هو قطر. يعني شفنا أفلام، نعم تفضل. يمكن أخوي عمر النظرة تغيرت. في السابق ما كان الضوء مسلط علينا كشباب أو كدولة قطر، ولكن الحمد لله بعد الإنجازات الكبيرة والواضحة لدولتنا الحبيبة ولحكومتنا الرشيدة برز كل شيء، والحين إحنا علينا إحنا نبرز هالشيء ونطلع المواهب ونطلع كل المجالات اللي هي تبرز دولتنا ونرد لها على الأقل لو شيء بسيط. نعم أستاذ عبد الرحمن، طبعا حضرتك فنان ومصور وفنان تشكيلي ومخرج، وقدرت أنك تبرز صورة قطر بصورة مشرفة. أنا في اعتقادي أن كل إنسان يقدر أنه يطلع صورة بلده بصورة مشرفة، مو بشرط أنه يكون فنان، وإنما يمتهن كل المهن الموجودة في الدولة لرفع اسم قطر. كل الشكر لك المصور الفوتوغرافي الفنان عبد الرحمن العباسي، كل الشكر لك، ونتمنى لك المزيد من التقدم والتوفيق إن شاء الله. وأنا أشكركم. شكرًا لك حضورك حبيبي. أعزائي المشاهدين، معنا تقرير عن QNCC مركز قطر الوطني للمعارض والمؤتمرات كوجهة سياحية. نشوف هذا التقرير ونرجع لكم. مركز قطر الوطني للمؤتمرات هو عضو في مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ويعد أحد أكبر وجهات استضافة المؤتمرات في الشرق الأوسط وأكثرها تطوراً على المستوى التكنولوجي. يخدم المركز مختلف أنواع الفعاليات بدءاً من المؤتمرات واجتماعات الجمعيات الدولية والإقليمية واجتماعات أعمال ومبيعات الشركات وحفلات إطلاق المنتجات وندوات تدريبية والمعارض الدولية والإقليمية المختلفة، بالإضافة لتقديم العروض الموسيقية والمسرحية والغنائية والمحاضرات وحفلات التخرج واحتفالات التكريم. وقد اتخذت مؤسسة قطر شجرة السدرة شعاراً لها، باعتبارها تجسد منارة تشع بضياء العلم والمعرفة ورمزاً ينطوي على معان عديدة في الثقافة القطرية، وتحمل في طياتها رؤية المؤسسة ورسالتها. شاهدنا معكم مشاهدينا الأعزاء هذا التقرير عن مركز قطر الوطني للمؤتمرات، هذا المركز الضخم والذي دائما ما تقام فيه مؤتمرات وندوات، طبعا وجهة سياحية في دولة قطر. والآن مشاهدينا أيضا لدينا تقرير عن أشهر أعمال عمالقة الفن
السريالي هذا التقرير العالمي؟ اي تقرير عالمي بالاضافه للفن اللي احنا شفناه. نشوف مع حضراتكم هذا الفن الجميل. سلفادور دالي ومارغريت رينيه اثنان من عمالقة المدرسة السريالية، تجول أعمالهما في مختلف أنحاء العالم بين بلجيكا التي حطت فيها أعمال العملاقان وموسكو التي احتضنت أكثر أعمال دالي نضجاً. يمكن لعشاق هذا النوع من الفن الغامض الاستمتاع به. لوحات دالي ابتداءً من أعماله الانطباعية وهو شاب في العشرينيات، وصولاً إلى آخر أعماله التجريدية في الثمانينيات معروضة في موسكو، فيما تقدم بلجيكا للمرة الأولى في معرض واحد، إضاءة على الروابط والتأثيرات المتبادلة بين دالي ورينيه. المعرضان يكشفان شخصيتهما وفلسفتهما وروابطهما الأخلاقية وأبرز العوامل المؤثرة في شخصيتهما عبر أكثر من 200 لوحة ومنحوتة ورسمة وصورة. يا مرحبا مشاهدينا، اليوم حلقتنا كلها عن الألوان والفن والتصوير، ما شاء الله ختمناها بالمدرسة السريالية. يعني لما نتكلم عن الفن اليوم نشوف حقيقة يعني جهود كبيرة لدعم هذا الجانب الفني، والفن يعني يحمل على عاتقه مهمة كبيرة في يعني عكس الثقافة وعكس البيئة طبعاً. في الدولة اللي يعني هو ينتمي لها هذا الفن. نعم. فحنا حقيقة جدا مسرورين بهذه الأسامي اللي دائما نستقبلها ونسوي معاهم حوارات، وجدا مسرورين بهذه الطفرة الفنية اللي نشاهدها في بلادنا. ودائما في الضحى دائما يستقطب اللي يبرزون هذا النجاح، نجاحات قطر دائما احنا نكون سباقين اكيد في برنامج في الضحى. نعم، والان مشاهدينا وصلنا معكم إلى فقرة وجهتك اليوم، فلنتعرف على أولى هذه الوجهات. طبعاً اليوم اسم الفعالية مهرجان قطر للتسوق 2020، مكان الفعالية مجمع أنحاء البلاد، تاريخ الفعالية مستمر لغاية 31 من يناير. نعم، عندنا بعد فعالية في معرض القهوة، مكان الفعالية 21 هاي ستريت كتارا من 8 إلى 18 يناير. وايضا فعاليه تحت عنوان ماراثون اريدو، هذه الفعاليه اللي لاقت اقبال كبير حقيقه، والتي تنطلق على كورنيش الدوحه من تاريخ 10 يناير. هذه الفعاليه حقيقه تم تسجيل عدد كبير من المشتركين فيها. عندنا بعد فعاليه هي مدخل الى فن المناظره من مركز مناظرات قطر من 12 لين 15 يناير. وايضا يعني لما نتكلم عن هذه الفعاليات احنا نحب نذكر المشاهدين ان هذا فقط جانب محدود من الفعاليات اللي احنا نتطرق لها. اكيد الدوحه دائما فيها وجهات تستحق الزياره، والان معرض الكتاب على ابوابه طبعا متى؟ بكره اعتقد بكرة. اليوم كنا ثمانية، ومهرجان الكهرمان اللي انطلق اليوم في كتارة حقيقة، هذا المهرجان اللي له ايضا يعني اقبال كبير من الجماهير ومن المهتمين بهذه يعني العملة النادرة، خلينا نسميها الكهرمان، الاحجار الكريمة. نعم احجار كريمة، المحبين اكيد الاحجار الكريمة يقدرون انهم يشوفون الابداع وكل شيء جميل يخص هذا الحجر. طبعا في كتارة اليوم راح يكون الافتتاح ان شاء الله. يا جماعه موجودين من اليوم طبعا من الصبح. نعم. صار الافتتاح اكيد. نعم. انت بتحضر معرض الكتاب بما انك تكلمت عن معرض الكتاب؟ ضروري جدا.
ضروري جدا ان بكره كلنا نحضر هذا الافتتاح بكره بكره ان شاء الله الافتتاح. نعم. ويتخلل الافتتاح وباقي الايام فعاليات مصاحبه ندوات، فكل واحد اكيد بيلاقي نفسه في جانب ما، لان لما نتكلم عن الكتاب هذه الكتب تتناول يعني قضايا مختلفه من عالمنا من ثقافتنا من اهتماماتنا. صحيح. اكيد احنا لنا جانب معين نلاقي انفسنا فيه، فان شاء الله ان نلاقي ما يسرنا من خلال هذه النسخه. نعم. وبعد مهرجان التسوق اللي تكلمنا عنه في بداية الحلقة أكيد في مختلف أنحاء قطر فعاليات أنشطة عروض خصومات، أكيد أهم شيء الخصومات، جوائز أهم شيء الخصومات وبعد في جوائز نقدية، فدائما برنامج فيض ضحى دائما يعدكم بكل ما يلزمكم، وأكيد وأنتم في بيوتكم تفرجون علينا أكيد إحنا نكون مستمتعين بهذا اللقاء والتواصل معكم. سعيدين جدا مشاهدينا بتقديم هذه الحلقة اليوم، وسعيد جدا يعني مرافقة الزميلة مشاعل نعيمي في هذه الحلقة. نتمنى إن شاء الله أن هذه الحلقة نالت على إعجابكم ورضاكم مشاهدينا الأعزاء، ونتمنى اللقاء بكم في حلقات مستقبلية إن شاء الله. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، مع السلامة، إلى اللقاء.